الطالب رئة المجتمع، مفهوم رسخته المديرية الفرعية للأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية لجامعة محمد لمين دباغين بسطيف، أين قامت بحملة تحسيسية شعارها معالي الحد من مخاطر موسم الصيف والاصطياف. يقول عز الدين ربيقة مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية بجامعة محمد لمين دباغين: اليوم النشاط يتعلق بحماية بمكافحة الحرائق وحماية الأشجار، حماية الغابات، حماية البيئة، وعمل تحسيسي موجه ومركز لفائدة طلبة جامعة محمد لمين دباغين صيف 2. حملة أرادها رجال المهمات النبيلة تعريفية بكيفية التعامل مع المخاطر التي تتزامن مع فصل الحر والتي قد تعترض الأشخاص في أي مكان وزمان. النقيب أحمد العمامرة مكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية لولاية صيف. تصدير برنامج للتحسيس والتوعية من مخاطر موسم الصيف، نسجل كذلك زيادة حوادث المرور وما تخلفه من ضحايا. ولأن الإنسان معادلة لا يمكن تجاهلها في قانون البيئة، وجب تحسيسه وتوعيته. الساسي هجا رئيس مصلحة حماية الثروة الغابية لولاية صيف يتحدث: ارتئينا أن نقوم بهذا اليوم التوعوي والتحسيسي على مستوى جامعة لمين دباغين من أجل تحسيس الطلبة خاصة في موسم الصيف من أخطار الحرائق فيما يخص حرائق الغابات أو المحاصيل الزراعية أو حتى بعض الآفات الأخرى كالغرق في المستنقعات وفي الأودية إلى غير ذلك. قد كذلك الجانب التوعوي والتحسيسي الذي يكون المواطن هو طرف فيه. استفد واجعل غيرك يستفيد، مقولة خلص إليها طلبة محمد لمين دباغين بعد كل المعلومات التي تلقوها في التعامل الجيد مع مختلف المخاطر التي تهدد حياة الإنسان. اليوم أنا قادر نفيد باش تعلمت هنا من الحماية المدنية ولا حتى من النصائح اللي عطاوها لي محافظي الغابات هنا. أنا استفدت وأكيد راح نفيد غيري بهذه النصائح اللي وجهوها لي، لهذه نشكرهم على هذه المبادرة بزاف.